et de CT, Lyon-MT, et après l'université de Thésaïe. اللي ممكن يحتضن نحن هنا امام منطقه صناعيه لراسيوان وهو رونفورسي نوتر بلاس استراتيجيك بونيشيكي دو ديفلوبي اي اون باس ايغالمون هنا رسو وقوفي معكم اليوم تخلينا نطلع ان شاء الله على كل ما هما احتياجات هذه الولايه من دعم من طرف الوزاره ومن طرف الحكومه. في قطاعنا وفي الحكومه نعتبرها كولايه صناعيه بامتياز. لماذا؟ لان فيها عدد كبير من الصناعات، ولهذا تخلينا نقول ونقيم اليوم مساهمة هذه الولاية في الإنتاج الصناعي بحوالي 45%، هذا شيء لا يهنى. في ختام الزيارة هذه نشوف مع بعض ما نقدر نقدمه للولاية باش يكون فيه يعني قفزة نوعية جديدة، وهذه حسب توجيهات السيد رئيس الجمهورية اللي تبعته أخيرا، وين يطلب من الجميع السرعة في الإنجاز، والإنجاز صالح للاقتصاد البلاد وصالح لتلبية بالأخص احتياجات المواطن اليومية.